كل واحد يقول لي: يا عم يا عم، انت في الشارع بتعمل ايه؟ انت محبوس وبتاع وكلام من ده. قلت له: يا ابني، اللي زينا عمره ما ينحبس، ده كلام جرايد وكلام وبتاع. اسمي الحاج شندي حسن الصياد. والله يعني ببقى واقف مثلا مكتب بيقول له: روح حمل من الحته الفلانيه، والركاب طالعه تبص تلاقيها بتراعي لي قوي، ويكلموا بعض يقولوا: انت يا عم شوف الراجل ده شبه مين يا عم؟ الراجل ده: لا احنا راكبين مع ست المستشار ولا في ايه يا جدعان؟ حتى ما واحد يكون نازل في مكان، انا باجي من الساحل اروح القاهره، واني ماشي في الطريق مثلا الناس بتنزل باب، اول ما اخش القاهره اللي بينزل في اكتوبر، اللي بينزل في المهندسين، اللي بينزل قدام نادي الزمالك كده كده، لغايه ما اخش على الكورنيش على وزاره الخارجيه وادخل على اليمين على التحرير، كل الناس الركاب اللي معايا اللي بتنزل محدش بيقول لي باسم ابدا، يعني بغيب عليها شويه يقول لي: يا سياده المستشار، انا نازل هنا من لبنان، انا نازل هنا مش عارف فين. يعني الناس الركاب اللي بتركب معايا كلها اللي هي سواء زميلي كان دايما يقول له: انت ماشي في الطريق دايما بتعمل غرز ومش عارف ايه، ويعني بتمشي بسرعه وبقوه، تبص تلاقيك ماشي يمين في شمال في شمال في يمين، يعني في يا عم يعني فكان يقعد يضحك عليا وانا ماشي، ودايما حتى كان يوقفني يقول له: تعالى كده وريني انت ماشي بتعمل ازاي. اقول له: واحده يمين في واحده شمال والدنيا بتمشي، اعمل ايه يعني؟ الناس كتير في الشارع، حتى انا يعني مثلا ماشي في الشارع في القاهره او ماشي في جاي من القاهره جاي المحل، في اي مواصله بص الاقي الناس شافتني في العربيه، الواحد يبقى بيراعي قدام منه، فجاه يراعي وراه يقوم: لا في ايه يا جدعان؟ في ايه يا جدعان؟ مين اللي راكب معانا دي؟ بص حتى تراكب معاهم في مره، الناس عجبهم واقفين العربيه في الشارع ونزلوا كلهم يصوروا معايا. في كل حته كنت اروح، حتى كنت في مرسى مطروح في منطقه اسمها منطقه عجيبه المزار المعروف دي، الناس كلها هناك حاطتني وقعدت تصور معايا كتير، يعني كل ما الناس تشوفني في حته، حتى في قريه اسمها قريه مراسي هنا في الساحل، حتى سياده المستشار له فيها فيلا وبتاعه، والدنيا جميله هناك. يعني نفسي ان انا اقابله يعني واتكلم معاه كده، وجان ده راجل محترم جدا، وراجل يعني مش عايز اقول لك يعني بالنسبه لنادي الزمالك، الراجل ده عمل في نادي الزمالك اللي ما حدش عمله، ومن حبه لنادي الزمالك يعني انت بتشوفه بيعمل ايه في نادي الزمالك. لا انا من صغري وانا زملكاوي، انا زملكاوي من صغري واحب نادي الزمالك، لان الزمالك تاريخ زي ما انت عارف. نادي الزمالك تاريخ. لا اللي بيعترض ده، لان دي اساسا في الاول دي راجل قانون، دي راجل اساسه قانون، وراجل فاهم الدنيا فيها ايه، ما بيخافش من حد، ما بيموش اي حد، وماشي بما يرضي الله، يعني العمليه مش بالدراع يعني، وكذا مشكله انتوا بتشوفوا بيطلع منها الراجل، راجل محترم جدا وبيسال على الغلبان، ويعني ان احنا بنشوفه قدام مننا كله حلو يعني. طبعا يعني بالنسبه لراجل زي ده، راجل يعني حاجه ما هوش اي كلام في الدوله، ده راجل معروف على الوطن العربي كله، معروف عالميا ومعروف في كل حته. اقول له: والله يا سياده المستشار ربنا يعينك على اللي انت فيه، ربنا يعينك ويوفقك يا ريس. جماهير الزمالك طبعا كلها يعني محترمه الى ابعد الحدود، يعني بيحصل مواقف لنادي الزمالك ومحدش بيتخلى عن نادي الزمالك، مهما حصل للنادي، خد دوري ما خدش دوري، الناس زي ما هي ثابته، مفيش حد كده ولا حد كده. لا ربنا يوفق النادي الاهلي، ده حاجه شرف لمصر، ربنا يوفقهم يا رب، ودي حاجه دينا كلنا، مش
سيبك من أهلي وزمالك وسيبك من الكلام، إنما نادي الأهلي بقى نادي معروف ونادي حبيبنا برضو، ما هوش نادي أي كلام يعني. لا يعني ما يكون هو شادي حبة بقى والدنيا مش مظبوطة طبعا تبقى تيجي كده، إنما هو رجل نفر عمره ما يزعل أبدا منه. ايوه كل واحد يقول لي يا عم انت في الشارع بتعمل ايه، انت محبوس وبتاع وكلام من دي. قلت له يا ابني اللي زينا عمره ما ينحبس، ده كلام جرايد وكلام وبتاع، ده راجل قانون، راجل بتاع قانون من الدرجه الاولى، مش حاجه اي كلام. والله نفسي اقابله واقعد معاه في يعني من حب له وكده، انا يعني مش عايزه يعني هو ان يتنرفز في كلامه ويعني ما يخليش كلامه كده على الملأ كده يعني. اي هو زعلان من حد برضو بيبقى فيه كده يعني، مش عايز اي، عشان رجل له كرامة وله معزة عند الناس كلها، عند الناس كلها يعني، كل الناس بتحب الرجل دي.